السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وهنا اغلى واحلى طلبات الدنيا كلها. عند بقى جنبكم فيديو جديد عند البطة بتاعتنا الحمد لله فقست هيت. بس قبل بقى اي حاجة وقبل الفيديو هنبدأ ايه بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. وبنزل بقى الفيديو الجميل ده وبطة بتاعتنا اللي فقست دي. اتمنى بقى في اول الفيديو كده نحط بقى لايك للفيديو يا جماعه، نحط لايك للفيديو، نعمل بقى اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله حبايبي بطتي ايه فقست اهيت الحمد لله. انا كنت لسه منزل لكم بقى فيديو من كام يوم كده، بص لكم رشيت لها شيخ وكده والبيض بدا ينقر معاها. الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا يا جماعه. هو الحمد لله البط ده يا جماعه خليط مسكوفه على بلدي، النوع بتاعه خليط مسكوفه على بلدي. ده عند البط طيب تقول عندي بيطلع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا حبايب قلبي دوت بط مسكوفي خليط مسكوفي على بلدي. البطة عندي بتبقى دايما بتطلع البيض تمام كده، هي الحمد لله فقست وطلعت في ميعادها الحمد لله. اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. دي نزلت لكم بقى فيديو قلت لكم يا جماعه البيض بدا ينقر، وصورت لكم البيض هو ناقر كده الحمد لله يعني، وقلت لك حطي عليه شيح وسيبيها وهي ايه البيض كله يفرس مره واحده. والحمد لله هو البيض فقس اهو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. فقس كله اهو مع بعضيه. فالبط ده يا جماعه بص احلى السلاله تعمليها هي السلاله دي، احلى السلالات. بسم الله ما شاء الله على الحبيب المصطفى. شايفين تروحوا فين انتي؟ احلى سلاله تعمليها هي السلاله دي، والسلاله دي خليط مسكوفه على بلدي. بيديك الوزن الكبير بتاع المسكوفي ويديك الرقد بتاع البطه الايه البلدي. البط ده يا جماعه للبيع، اللي عايز البط دوت يكتب لي في التعليقات انا البط ده ان شاء الله هبيعه. ده بط خليط مسكوفي على بلدي اهو طالع من تحت البط اهو دوت رقد اهوت تمام كده اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على الحبيب المصطفى كده. بصوا هي تحتها بطين بتوع فراخ فهم بس بينقروا لسه، ممكن بقى عشان احطهم تحت البطه الثانيه عشان ده خلاها بقى تقوم كفايه عليها كده مش هزنقها بقى بالبطين دول يعني. فانا عشان احطهم تحت لان ما كنتش اصلا حاطه تحتها بيض فراخ كتير يعني، اما كنت حاطه اثنين بس قلت نجربها يعني ونشوفها وكده. ايه هم اللي فاضلين بس ده يا جماعه ده بط اهو بسم الله ما شاء الله الفاس اهوت. ده بط اهو خليط مسكوفه على بلدي ان شاء الله. البط دوت للبيع يا جماعه، اللي عايز البط دوت يتواصل معايا وكتب لي في التعليقات ان هو محتاج البط ده. ده بط للبيع. شايفين السلاله؟ اللهم صل على الحبيب مصطفى. احلى سلاله تربيها وتاخدي منها خير هي السلاله دي. تعالي رايحه فين؟ قطه لو شافتها هتاكلها. عندنا ما شاء الله قطط قد كده اهو يا جماعه. اللهم صل على الحبيب مصطفى اهو. بط يا جماعه للبيع اهو بط رقد اهو السلعه من البيضه. اللهم صل على الحبيب مصطفى. اللي محتاج البط ده يا جماعه اكتب لنا في التعليقات. وده بط للبيع يا جماعه، ده مش بقى ده بط خليط مسكوفه على بلدي. هنشوف بقى ربنا كرمنا كام بطايه كده. واحد اتنين بسم الله تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. أبص حتى القرش اللي تحتها فاضل بقى بطين هما بتوع الفرخة إن شاء الله هاخدهم وأحطهم تحت البطة التانية بحيث إن هي إيه متعذبش كده بيها تمام كده. طب ده بط يا جماعة دوت رد يا جماعة من عندي اهوت خليط مسكوفة على بلدي. اللي محتاجه يكتب لي في التعليقات إن شاء الله البط ده هبيعه بإذن الله، لأن الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله يعني وعندي فده زيادة عندي فإن أنا إيه هبيعه إن شاء الله يعني. فاللي محتاجه يكتب لي في التعليقات. ده بط ما شاء الله أحلى سلالة ممكن تاخديها وتربيها من قلب نوع البط ده.
احسن من البادي كمان. البادي بيبقى حجمه قليل، ده لا ده ما شاء الله بتبقى البطايه حجمها كبير زي حجم المسكوفي كده، وبيديك الطعم بتاع البطه البلدي، وبيديك الميزه انها بترقد عندك. البطه بصر قاعده على البيضه اهيت وفي اصل الحمد لله. فالبطين دول اللي تحتها دول البطين بتوع فراخ بلدي، تمام كده. هاخدهم بقى احطهم تحت البطه الثانيه عشان دي ايه قوامه كده كفايه عليها عشان ما يتعذبش معانا. الحمد لله انا رشيت الشيح الحمد لله، بيض البط كله طلع اهوت، البيض بتاع الفرختين دوت مقرين وهيطلعوا يعني ان شاء الله باذن الله، يعني في صوت في كبير كده وصوصوة، هما مثلا يومين ولا حاجه او يوم ولا حاجه وهيطلعوا، وانا هحطهم على البطه الثانيه تمام كده. بس اللي قاعد فوق ده اللهم صل على الحبيب مصطفى. بص نعمه كده بهدوء يا حلال الله حلوه كده بالله. بص نعمه ازاي دفيانين دف مع امه تمام كده. النهارده بقى ده اول يوم ليهم، واخدهم بقى ان شاء الله انا اللي بربي البط، انتوا عارفين انا بحطوش مع امه، انا اللي بربيه باخدهم عندي وبربيهم في الكرتونه. اول يوم هنستقبلهم على ميه بسكر ان شاء الله، وهديهم تحصيناتهم لغايه ما ربنا يبعت لهم ايه رزقهم وصاحب نصيبهم، وربنا يبارك ان شاء الله في اللي ياخدهم ويدعمهم فيهم يا رب ويرزقهم منهم. اللهم امين يا رب العالمين. التربيه اللي قلتولي يا جماعه خلف البيت تمام كده. اي حد محتاج البط ده ابعت لي في التعليقات ان شاء الله البط ده باذن الله انا هبيعه باذن الله. احلى سله ممكن تبدا. بص خارجه لسه من البيضه بسم الله ما شاء الله اهي. يعني انا الصبح كان لسه فسبتهم اه، بص طلعت لقيتهم ناشفين اهو ما شاء الله تحت امه شايفين. اللهم صل على حبيبي مصطفى. لقيت البطايه نشفت، انا بسيبها لغايه ايه ما تنشف تحت امها. ده رايح فين بقى انا مش فاهمه، سيبهم كده ينشفوا براحتهم خالص تحت امهم، بعد كده بقوم اخدهم بقى وايه ومربيهم تمام. حطهم انا بقى كده عندي وبربيهم ان شاء الله. البط ده هيتباع يا جماعه، واللي عايزه يكتب لي في التعليقات. ده بط يا جماعه خليط مسكوفه على بلد، ده بط راقده اهو تحت البطايه اهوت خليط مسكوفه على بلد. اللي محتاجه يبعت لي في التعليقات تمام كده. اتمنى بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتحطوا لنا لايك للفيديو عشان يوصلنا كل جديد.